النهارده ما زالت قضيه التمويل الاجنبي والافراج عن الامريكان المتهمين في القضيه وسفرهم الولايات المتحده الامريكيه على متن طائره عسكريه امريكيه، ما زالت القضيه تداعياتها مستمره وما زال ردود الافعال كثيره حولها. النهارده الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بيصرح بيقول ان احنا هنحاسب المتورطين في هذه القضية، ولكن هذه المحاسبة يجب ان نحدد الفاعل الرئيسي في هذه القضية. يعني هذه القضية اثارت الرأي العام عند بدايتها، وخاصة انه تم التوظيف السياسي ليها على اساس انه كان فيها متهمين امريكيين، فبالتالي المسألة بدأ لمن فجر هذه القضية انه يمكن استغلال هذه الورقة في إطار تلميع الصورة السياسية لدى الرأي العام المصري ومداعبة المشاعر الوطنية من أجل تحقيق أغراض سياسية ما. ولكن للأسف أنه هذا التوظيف لم يصاحبه معرفة كافية بأوراق القضية، بالتكييف القانوني لها، بتوصيفها، بالعقوبات المتوقعة لها، فتضع في النهاية أن هناك ضغوطا مورست للأسف أن من حاول توظيف السياسة القضية لم يعي حجم الأوراق الموجودة معه، فبالتالي تعرضت مصر لضغوط شديدة جدا أصابت الرأي العام بالإحباط، بأنه ما زالت الأمور كما هي لم تتغير، بأن الضغوط الأمريكية والضغوط الخارجية بشكل عام ما زالت تمارس، وما زال هناك ضغوط على القضاء، وهذه هي النقطة الرئيسية في الموضوع، لأنه بالفعل مسألة استقرار القضاء دي مسألة مهمة جدا بالنسبة للشارع المصري، وخاصة أنه بعد الثورة الكلام حوالين الفصل ما بين السلطات، وخاصة العمل على استقلالية القضاء المصري وإصدار قانون القضاء الجديد، كل ذلك عاد القضية مرة أخرى إلى مربع الصفر. أعتقد أن هناك متورطين ومعروفين ويجب محاسبتهم. نريد أن نعرف الملابسات، ونريد أن نعرف الظروف ولماذا مورست الضغوط، نريد شرح كامل من الطرف الأهم في الموضوع هو المجلس العسكري الذي صرح أننا لن نرقى أمام الضغوط، ثم بعد ذلك اضطر لقبول الضغوط او الانحناء لهذه الضغوط وسافر الامريكيين، واتضح انها قضية يعني قد تكون عقوبتها جنحة فقط، او عقوبة مالية، او عقوبة مزاولة العمل ومارسة النشاط بغير ترخيص الى اخره، ولكن للأسف تم تضخيم هذه القضية، وكان ممكن ان تكون القضية عادية مثل اي قضية لولا التوظيف السياسي السيء في مثل هذه القضايا. يعني ربما انا برضو اثار انتباهي خبر اخر اريد ان انا اتوقف عنده، هو ما حدث في لجنة التعليم في مجلس الشعب، واللي حضرها بعض مسؤولي الوزارة، واللي تم فيها يعني مناقشة مواقيت الصلاة، مراعاة مواقيت الصلاة بالنسبة لطلبة المدارس. يعني أنا أعتقد أنه ده شيء محبط جدا أنه يتم مناقشة قضايا مثل هذه القضايا أو الخوض في مثل هذه الأمور واستغراق وقت طويل في مناقشتها، وترك القضية جسم القضية الأساسية أو القضية الرئيسية هي قضية تطوير التعليم، قضية تأسيس نظام تعليمي، نسق تعليمي متطور لمصر خلال المرحلة القادمة، لأن الدول المتقدمة دائما جناحيها الصحة والتعليم. لكن أن تتم مناقشة مواقيت الصلاة داخل مجلس الشعب بالنسبة للطلبة، وإعادة جداول الحصص مرة أخرى، وإعادة النظام اليوم التعليمي، أعتقد هذه من القضايا التي لا طائل منها، التي تستغرق وقت دون أن تحقق العائد منها، بل بالعكس نحن نريد نظام تعليمي يجمع، نظام يحدد الهوية الوطنية، لا نظام يفرق ويشتت
بين طرفي الأمة. إذا كنا نسمح بالطلبة المسلمين بالصلاة داخل المدارس، بالتالي لابد أن نسمح لطلبة المسيحيين بأداء الصلاة، أو على أنهم يحصلوا على أجازة يوم الأحد. يعني مثل هذه القضايا تضر أكثر مما تنفع. نحن نحتاج مناقشات جدة حول مستقبل التعليم في مصر، لأنه بالعلم أو بالتعليم تنهض الأمم وتحقق ما تريده. لأنه نريد أن يكون التعليم هو داعم أساسي ورافد أساسي للتنمية أو لقضايا التنمية في مصر التي تحتاجها مصر خلال المرحلة القادمة، وليس فقط أن ننشغل بقضايا فرعية وفرعية جدا مثل قضية مواقيت الصلاة داخل المدارس.